بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة، من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن في قسمه الخامس، موضوع هذه الحلقة من البرنامج. أحيي وأرحب بمستمعينا أيضا عبر إذاعة طهران العربية ومن يشاهدنا على موقع الفيسبوك، وتحية موصولة لسماحة آية الله السيد كمال الحيدري سماحة السيد مباشرة في الموضوع. عودا على بدء، من هو محور ظاهرة الوضع في عصر ما قبل التدوين؟ تحدثنا في الحلقة السابقة عن عصر والوضع باعتباره أهم ظاهرة في عصر ما قبل التدوين، من هو محور هذه الظاهرة؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع بلا أي مقدمات سوف أدخل في صلب البحث. قلنا بالأمس أنه من أهم الشخصيات التي وقعت تحت المجهر وسلط الضوء عليها وتبين أنها كان لها دور أساسي في عملية وضع الحديث هو أبو هريرة. من هنا لابد أن نقف قليلا عند هذه الشخصية المضطربة، الشخصية غير المستقرة، الشخصية التي واقعا إلى الآن لعله كتبت عشرات الكتب في بيان دورها في هذا العصر بالخصوص، لأنه إنما أسلم في أخريات حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يستطع أن يفعل وأن يقول ما يريد في خلافة الأول والثاني والثالث، وإنما بدأ له دور أساسي بعد الفتنة، يعني بعد خلافة أمير المؤمنين، وبالخصوص في عهد بني أمية. بالأمس أشرنا بأنه اختلف الرواة واختلف أهل التاريخ بأنه ما هي المدة التي عاصر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، فالبعض قال أنه لم يعاصره إلا أقل من سنتين، والبعض قال 3 سنوات، والبعض قال أكثر بقليل، فالمدة لا تتجاوز بين السنتين إلى 3 سنوات. طبعا هذه الفترة إذا قيست إلى باقي أصحاب رسول الله من أمثال علي بن أبي طالب وأبي بكر وعمر وعثمان وشخصيات أخرى من الصحابة، لا إشكال أنها فترة قصيرة جدا إذا قيست إلى الفترة التي هي قد تتجاوز أكثر من 20 عاما. يعني بعبارة أخرى أن الفترة التي عاشها مع رسول الله صلى الله عليه وآله لا تعادل إلا 1 من 8، إلا 1 من 7، إلا 1 من 10 من باقي أصحاب رسول الله، خصوصا إذا قسناه إلى بعض نسائه كعائشة، فإنها أيضا نقلت الحديث عن رسول الله، ويقينا الفترة التي عاشتها مع رسول الله أكثر بكثير من الفترة التي عاشها أبو هريرة مع رسول الله. إذا على هذا الأساس أعزائي تعالوا نستقرأ ونتكلم بلغة الأرقام، من هو أبو هريرة، حتى يتضح لنا أنه دور هذه الشخصية في الموروث الروائي عند أهل السنة وفي المصنفات التي صنفت بعد ذلك. أعزائي أبدأ البحث مباشرة، انظروا ماذا يقول ابن حزم في كتابه أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد، وهي كتاب مفيد لأنه يستعرض أولئك الذين رووا الحديث عن رسول الله من الرواة، فلا يتجاوز عددهم أعزائي إلا 1018،
فلا يتبادر إلى الذهن عندما نقول الصحابة 12,000 أو 18,000 أو 30,000 أو 120,000، أي عدد شئت أن تسمي، الذين تبنوا نقل الرواية عن رسول الله إلى الأجيال اللاحقة من التابعين لم يتجاوز عددهم ماذا؟ إلا 1000 شخص أعزائي. إذن القضية واضحة. ثم ولهذا أنا أتصور أن الكتاب مفيد للأعزاء أن يراجعوا أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد. هو للإمام المحقق والعالم المدقق ابن حزم الظاهري الأندلسي. أعزائي أرجو الله أن أوفق في بحث مستقل أقف عند هذه الشخصية، لأن هذه الشخصية أعزائي شخصية لها مدرسة مستقلة تختلف عن باقي المدارس. يعني لا هي المدرسة الحنفية ولا الحنبلية ولا الشافعية ولا المالكية ولا الزيدية ولا الخوارج ولا ولا ولا. إذن من هو هذا الرجل؟ هذا الرجل أعزائي هو صاحب المدرسة التي نظرت للعهد الأموي في الأندلس، منظر الدولة الأموية في الأندلس أعزائي. وهذه مسألة مهمة جدا، لا بد أن يسلط الضوء على هذه الشخصية. ومع الأسف الشديد الآن في تراثنا الإسلامي عموما لا يلتفت إلى هذه الشخصية. فستقول أين تكمن أهميتها؟ أعزائي تكمن أهمية هذه الشخصية لأن الشيخ ابن تيمية أراد أن يحيي المدرسة الظاهرية في المشرق الإسلامي، لأنه هو كان أين؟ في المغرب، في المغرب ينقلها، في المغرب. ولكن هو أراد أن ينقل تلك المدرسة ولكنه ماذا؟ بلباس مشرقي. ستقول سيدنا ما فهمنا، ما هي المدرسة المغربية، ما هي المدرسة المشرقية؟ إن شاء الله في الوقت المناسب أبين. إذن شخصية مهمة أعزائي، وهو ابن حزم الظاهري الأندلسي، وهو منظر العهد الأموي أو الدولة الأموية أين؟ في الأندلس. في الأندلس أعزائي في صفحة 37 مباشرة. أعزائي في صفحة 37 لا أطيل على الأعزاء. أول شخصية قال أصحاب الألوف الذين نقلوا الروايات بالألوف. من هو أعزائي؟ أبو هريرة. 5,000 حديث و374 حديث. 5,374 حديث نقلها في شهر 7 أشهر. أخذها ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله. التفتوا لي جيد، بعد ذلك سيتضح. عد يقول بأنه أنا الذي قلته لكم، سأنقل لكم لا تستعجلون، أنا الذي قلته لكم ترى هذا نصف ما عندي، كان عندي جرابان، هذا أحد الجرابين نقلت، والجراب الآخر لم أنقله منه شيء. هسه أنا لا أعلم أنه ذاك الوعاء الثاني كم حديث كان موجود. هذا الوعاء الأول كان فيه ماذا؟ 5,374، ويدعي أن هذه هي الأسرار التي سر بها رسول الله من؟ ها؟ أبا هريرة. هذه أسرار رسول الله عند من كانت؟ مو علي بن أبي طالب باب مدينة علم الرسول. من هو مدينة باب علم الرسول؟ ولذا تجدون هماتي أنا كاملا أشعيب الأرناؤوط قال ماذا؟ قال هو معجزة من؟ معجزة رسول الله صلى الله عليه وآله. جيد جدا. ولهذا أعزائي التفتوا لي جيدا حتى لا أطيل على الأعزاء، هو أيضا كان يصرح بهذا المعنى. هذا كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني تحقيق التركي، الجزء 13 صفحة 39 أعزائي. صفحة 39 هذه عبارته أعزائي. صفحة 39 هذه عبارته. قال وقد أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثا بلا استثناء، لا يجاريه أحد في نقل الرواية، في الرواية عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله. جيد.
حتى تعرف. وقد تقول سيدنا ما المحذور في ذلك؟ ما المحذور في ذلك؟ فليكن هذا الرجل مصاحب لرسول الله صلى الله عليه وآله في هذه المدة، فما سمعه من رسول الله ماذا حفظه؟ كان أحفظ الصحابة فحفظ كل شيء. بيني وبين الله أنا أريد أن أوجد أو أقايس لكم بين أبي هريرة وبين باقي الصحابة اللي أنتم تعتقدون يا أهل السنة ونحن نعتقد الشيعة أنهم أيضا كانوا أقرب الناس إلى من؟ إلى رسول، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني لا في سفر ولا في حضر ولا في مسجد ولا في سوق ولا كذا إلا وهم كانوا ملازمين لرسول الله. أنتم تقولون أن رسول الله ما دخل مكان إلا ومعه من؟ أبو بكر وعمر. الشيعة يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله في ليل أو نهار إلا وكان معه من؟ علي بن أبي طالب. إذن هؤلاء أيضا كانوا من الملازم. أما عائشة فماذا؟ فملازمة له ليلا ونهارا وسحرا وصبحا، كل وقت ملازمة له لسنين طويلة. إذن بناء على هذه، ولا يستطيع أحد منكم أن يقول أن أبا هريرة كان أحرص على حديث رسول الله من هؤلاء الصحابة، يعني من علي من العشرة وأمثالهم أو من بعض أزواجه الذين كانوا تقولون أنها كانت أكبر الفقيهات في عصرها. إذن أعزائي نريد أن نوجد فد مقايسة داخلية بين عدد الروايات التي نقلها هؤلاء الصحابة وبين عدد الروايات التي نقلها من؟ أبو هريرة. تعالوا معنا أعزائي إلى كتاب أبو هريرة، وأنا أنصح الأعزاء، أنصح أهل المطالعة، أنصح أهل الثقافة، أنصح أهل العلم أن يطالعوا هذا الكتاب بشكل دقيق. شيخ المضير أبو هريرة، تأليف محمود أبورية، دار المعارف بمصر، صفحة 127. انظروا ماذا يقول هذا الرجل. يقول: ما رواه أبو بكر، فهو أبو بكر أول الرجال إسلاما بعد علي، هذا كما يقوله أهل السنة، تمام؟ يعني تقريبا عاصر رسول الله كملا أكثر من عقدين، من 23 سنة. والشيخ الصحابة جميعا بتعبير من؟ بتعبير أبورية، باعتبار أنه من علماء السنة. وقضى مع النبي مدة البعثة كلها، ترى كم من حديث رواه؟ ولا يستطيع أحد أن يقول بأن أبا هريرة كان أحرص من أبي بكر على ماذا؟ على حديث لا سنة ولا شيء، ولا سنة. أحسن. نعم. قال النووي في تهذيبه: روى الصديق بتعبير الكتاب عن النبي 142 رواية. يعني إذا أردنا أن نحسب المدة 3 سنوات 5000، فإذا 23 سنة 8 أضعاف، لابد أن أبا بكر ينقل عن النبي 50,000 رواية، ولكن نقل كم؟ أنا حللت النسبة. النسبة أبو هريرة 570 يوم تقريبا عاش مع رسول الله. أحسن. في اليوم 10 أحاديث. جيد، هسه أعطونا مهل. لا بعد ذلك، أخطر من هذا شوية، تسمحوا لي فقط. جيدا جدا مهم، بس بعد أخطر من هذا التي نقلها. أما إذا أضفنا الذي في الجراب الآخر في الوعاء، في اليوم الله يعلم حديث. يقول: روى الصديق عن النبي 142 حديثا، أوردها منها السيوطي في تأريخ الخلفاء 104، وله في البخاري 22 حديثا، وفي مسلم حديث، و6 في الترمذي، وحديث في أبو داود. هذا كل شخصية ماذا؟ أبو بكر. تعالوا معنا إلى عمر. أعزائي أيضا عمر مولانا روى عن رسول الله قال: فإذا فلان أسندوا له. لمن؟ لعمر. أسندوا له 537، ولكن لم يصح منها إلا 50 حديثا، كما أثبت ذلك ابن حزم. ابن حزم يقول: لم يروى عن عمر إلا ماذا؟ 50. إلا 50 حديثا. هسه انسبوها إلى من؟ يعني 1 إلى 100 تصير، 1 إلى 100، لأنه 5050 1 إلى 100، يعني 100 حديث نقل أبو هريرة وحديث واحد ماذا؟ أما بيني وبين الله غير قسمة هذه. وكم كان لا يهتم عمر بحديث رسول الله واقعا إذا كان على مدى 23 سنة. نعم نعم عزيزي نعم. ما رواه علي
586 رواية، يعني معدل مولانا 10%، ما رواه عثمان 146 رواية، ما رواه الزبير بن العوام 9 أحاديث في البخاري ورواية واحدة في مسلم، 10 روايات، ما رواه عبد الرحمن بن عوف في البخاري 9 أحاديث، ما رواه أبي بن كعب. مولانا الآن عدوا، مولانا عدوا معي مولانا أبو بكر وعمر وعلي وعثمان والزبير وعبد الرحمن وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وسلمان الفارسي وطلحة بن عبيد الله ومعاذ بن جبل و و وأصحاب كبار لم يرووا عن النبي ولا حديثا واحدا. هذا معناه أن الحديث كان كثيرا ولم يكن كثيرا، لم يكن كثيرا. التفتوا لي جيدا أعزائي، تعالوا إلى النسبة. هنا يوجد كتاب قيم عن أبي هريرة، كتبه العلامة الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين في موسوعته في كتاب أبو هريرة الجزء الثالث دار المؤرخ العربي صفحة 1255. التفتوا ماذا يقول بعد أن ينقل هذه الروايات، يقول: فلينظر ناظر بعقله في أبي هريرة، وقع فد معادلة قيمة جدا، وتأخره في إسلامه وخموله في حسبه وأميته. كان أمي لا يكتب، التفتوا جيدا، ضيفوها على المعادلة، وما إلى ذلك مما يوجب إقلاله. هذا كله يوجب أن يكون قليل الرواية، مقلا، لم يكن من البطانة الخاصة، لا كاتب ولا من البطانة الخاصة، ولا عاش مع رسول الله 23 عاما، ولا. ثم لينظر إلى الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، وسبقهم واختصاصهم وحضورهم تشريع الأحكام وحسن بلائهم في 52 سنة. لماذا 52 سنة؟ يقول باعتبار 23 سنة كانوا مع النبي، وثلاثين عاما ماذا بعد النبي. تمام ولا جيد جدا. قال 52 سنة، 23 كانت بخدمة رسول الله، و29 من بعد ماذا؟ من بعد رسول الله. ساسوا فيها الأمة. ما معنى؟ يعني أنه كان ما يعرفون عن رسول الله لابد أن يقولوه للأمة، لأنه توجد حاجة إليها. وساد الأمم، وفتح الله لهم ملك كسرى وقيصر، فمدنوا المدن ومصروا الأمصار، ونشروا دعوة الإسلام، وصدعوا بأحكامه، وأذاعوا السنن، ينحدر عنهم السيل ولا يرقى إلى فلان، إلى أن يقول: وإذا حسبنا كل هذا المجموع فوجدنا أن النسبة بين أبي بكر، عفوا، بين أبي هريرة وباقي الصحابة، أن كل الصحابة ما نقلوا إلا نسبة 27% من ما نقله أبو هريرة. أقل من الثلث. كل الصحابة، هذول كل هؤلاء الذين أشرنا إليه. قال: وقد نظرنا في مجموع ما روي في الحديث عن الخلفاء الأربعة، فوجدناه بالنسبة إلى حديث أبي هريرة وحده أقل من 27%، لأن جميع ما روي عن أبي بكر 102، نقلنا العدد مولانا لكم أمامكم كاملة. وأنا أترك هنا واقعا الحكم لمن؟ للمشاهد، أنه بيني وبين الله بين أمرين لا ثالث لهما: إما أن تقولوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله خص أبا هريرة بأحاديث وبخل وظن بها عن ماذا؟ عن كبار صحابتي. أنتم في النتيجة نحن نعتقد في علي أنه باب مدينة العلم، وأنتم تعتقدون بأن الأول والثاني والثالث هم أقرب الصحابة إلى من؟ إلى رسول الله. إذن ظن رسول الله بأحاديثي على هؤلاء وأعطاها لمن فقط؟ لأبي هريرة. إما أن تقولوا هذا، وإما أن تقبلوا الاحتمال الآخر، الشق الآخر، وهو أن هذه أحاديث رسول الله أو مختلقة وموضوعة على رسول الله.
والأمر إليك بيني وبين الله، إذا تريد أن تقول لا نحن نعتقد أن رسول الله خص أبا هريرة بما لم يخص أحدا من الصحابة، إذن لماذا تقولون بأن أفضل الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان؟ من أين جئتم بهذه المقولة هذه؟ لأنه من يحمل العلم أفضل أو الجاهل بعلم رسول الله أفضل، أي منهما؟ لا يستطيع أحد أن يدعي أن من يحمل علم رسول الله، حديث رسول الله، باب مدينة علم رسول الله، باب سر وأسرار حديث رسول الله، هذا أفضل أو الذي لم ينقل إلا 50 رواية عن رسول الله أفضل، أي منهما أعز؟ لأنه المدار على ماذا؟ على العلم، على المعرفة. وأبو هريرة ماذا؟ وأبو هريرة. ولهذا أنتم جئتم إلى أم المؤمنين عائشة قلتم بأن أفضل أزواج النبي، لماذا؟ لأنها حملت من الحديث عن رسول الله ما لم ماذا؟ ما لم تحمل باقي النساء. طبعا يكون في علمكم الآن، ما أريد أدخل، لأنه العلامة شرف الدين سوف يدخل في مقايسة بين أبي هريرة وبين عائشة، ويتبين أنه كل ما نقلته عائشة لا يعادل نصف مما نقله ماذا؟ من مما نقله أبو هريرة، مع أنه النسبة بينهما من حيث الزمان كبيرة جدا. سؤال، تعالوا معنا واقعا نسأل هذا السؤال، قد احتمال يكون أنه هذا العلم خاص أخذه ممن؟ من رسول الله. رسول الله. تعالوا معنا إلى التراث لنرى بأنه ما هي مصادر علم من؟ أبي هريرة. ماذا قالت المصادر أن علمه أخذه من النبي؟ من أين أخذ علمه واقعا؟ خلنا نعرف واقعا، لعله والله العالم احنا بدنا نظلم الرجل، يعني لماذا نتهم الرجل؟ ما الدليل على ظلم الرجل؟ تعالوا معنا لنقف على علمه. أعزائي الوقت، أنا أريد أنهي قضية أبي هريرة في هذه الحلقة، وإلا ما عندي مجال، لأن أبحاث كثيرة عندي إلى آخر شهر رمضان، ما أريد أقف ليالي متعددة عند أبي هريرة. تعالوا أقرأ لكم رواية واحدة صحيحة على شرط الشيخين من المستدرك على الصحيحين، المستدرك على الصحيحين للجزء الأول، دار المعرفة بيروت لبنان، رقم الحديث أعزائي 319، الرواية حدثنا فلان عن فلان عن فلان، جاء أبو هريرة إلى كعب الأحبار اليهودي الذي هو ليس بصحابي وإنما تابعي، طبعا كان في اليمن ولكن لم يسلم ما كان في عهد رسول الله، وإنما بعد أن ارتحل رسول الله في عهد عمر أسلم وجاء ماذا؟ ها؟ إلى الخليفة، وجاء وادعى سوالا، فتقصة مختلقة بأنه لماذا لينسوء، لماذا أنت لم تسلم قبل ذلك ورسول الله حي، فاختلق قصة سأل، الآن يأتي بحثها. قال جاء أبو هريرة إلى كعب يسأل عنه، وكعب في القوم مجموعة جالسين، قال من؟ فقال كعب ما تريد منه؟ كعب أجابه لأنه لا يعرفه، فقال أما إني لا أعرف من يقول، أبو هريرة. أما إني لا أعرف أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يكون أحفظ لحديثه مني، أنا أحفظ أصحاب رسول الله. جيد. فقال كعب أما إنك لم تجد أحدا يطلب شيئا لا يشبع منه يوما من الدهر إلا أحد اثنين، إلا طالب علم وطالب الدنيا. فقال أبو هريرة أنت كعب، التفت، فإني لمثل هذا جئت، أنا جئت لأتتلمذ ماذا؟ على يديك. هسه باعتبار نبي من أنبياء بني إسرائيل هذا ومعصوم مولانا، فحديث يريد يأخذ ممن مولانا؟ من كعب. من كعب. قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخ. جيد. إذن الآن اتضح مصدر من مصادر، من مصادر من؟ من مصادر ماذا؟ حديث أبي هريرة. من هو من، ما أريد أقول المصدر الأول، من هو من مصادر حديث أبي هريرة؟ من هو؟ كعب الأحبار. طيب، من هو كعب الأحبار؟ هذا الذي يستند أو يجعل أبو هريرة يذهب إليه حتى يتتلمذ على يده.
طبعا تعلمون واقعا هذا مو بحثي، ولكن سوف تعرفون خطورة هذا البحث. أعزائي تعالوا معنا إلى كعب. وطبعا دور كعب في الروايات التي وردت في الموروث السني والشيعي جيد جدا جيد جدا، لكي لا يقول شخص لا بلي أنت فقط تتكلم سيدنا مو موضوعي أنت، لا سترون الموضوعية في هذه الليلة وبحمد الله تعالى كل أبحاثنا. تعالوا معنا إلى كعب الأحبار ومن هو على شاكلة كعب الأحبار. يعني ماذا؟ يعني الذين أسلموا من اليهود، الذين أسلموا من النصارى، الذين أسلموا من المجوس. تقول هؤلاء، قل باعتبار هذا هؤلاء بعد الفتوحات، لأنه تعلمون أنه في عهد الخليفة الثاني كانت هناك فتوحات، فتوحات فارس، فتوحات دول أخرى غيرها، الروم وغيرها. إذن هؤلاء يعني كثير من علمائهم دخلوا ماذا؟ دخلوا الإسلام، دخلوا الإسلام. أعزائي نصيحتي الشديدة وحثي الشديد أن تطالعوا أعزائي هذا الكتاب، أضواء على السنة المحمدية أو دفاع عن الحديث، تأليف محمود أبو رية. هذا الكتاب أعزائي دار طبعة ثالثة مزيدة ومحققة، دار المعارف بمصر، صفحة 105 وصفحة 145 أعزائي من الكتاب، صفحة 145 من الكتاب. هذا عنوانه، يقول الإسرائيليات في الحديث. يبدأ بمقدمة يقول لما قويت شوكة الدعوة المحمدية واشتد ساعدها وتحطمت أمامها كل قوة تنازعها، لم ير من كانوا يقفون أمامها ويصدون عن سبيلها إلا أن يكيدوا لها من طريق ماذا؟ من داخلها لا من خارجها. يعني الاختراق ماذا؟ اختراق داخل. الاختراق داخل، وهذا هو الذي قام به بنو أمية، وهذا هو المتعارف الآن في عصرنا بيني وبين الله. الآن أي دولة كبيرة تريد أن تضعف دولة أخرى ماذا تفعل؟ إما أن تقوم بحرب خارجية، وإما ماذا تفعل؟ حرب داخلية. ها؟ داخلية ماذا؟ يعني تخترقها الناعم. أحسنتم، يعني من الداخل تحاول ماذا؟ أن تفرغها من محتواها الأصلي، وهذا أخطر ما يكون أعزائي. قال إلى أن يأتي يقول كعب الأحبار هو كعب بن ماتع الحميري من آل ذي رعين، وقيل من ذي كلاع، ويكنى فلان، وكان من كبار أحبار اليهود. يعني من كبار ماذا؟ علمائهم الذين أسلموا بعد رسول الله. وعرف بكعب الأحبار، وأسلم في عهد عمر على التحقيق، وسكن المدينة، وكان ملازما لعمر لا يفارقه، وكان معه في فتح القدس ثم تحول إلى الشام. هنا عند فتح كلمة محمود أبو رية هو يقيم أعزائي في الحاجة ارجعوا إليها، يقول كان الأستاذ سعيد الأفغاني قد نشر بمجلة الرسالة مقالا ذكر فيها أن الصهيوني الأول هو عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ينسب إليه كثير من القضايا. فرددنا عليه، محمود أبو رية يقول من علمائهم أزهر، فرددنا عليه بمقال مفصل أثبتنا فيه أن الصهيوني الأول هو كعب الأحبار، ويبين الأدلة. ثم بعد ذلك أعزائي يقول سبب إسلامه. بعد ذلك يأتي إلى وهب بن منبه النصراني، يقول ذكر المؤرخون أنه فارسي الأصل، جاء جده إلى اليمن، في جملة من بعثهم كسرى لنجدة اليمن على الحبشة، فأقاموا هناك وتناسلوا وصالوا يعرفون بين العرب، وكان فلان وكان آباء وهب على دين الفرس المجوسية أو الزرزشتية، مو نصرانية. بعد ذلك يأتي إلى عبد الله بن سلام، أبو الحارث الإسرائيلي أسلم بعد أن قدم النبي وهو من أحبار اليهود. ثم يدخل في بحث كيف استحوذوا على عقول المسلمين، ويبين مولانا أرقام رهيبة، ثم يبين العلاقة الخاصة بين كعب وعمر
الخليفة الثاني، ثم يبين، التفت واحد، قتل عمر ويد كعب فيه. وأبحاث قيمة أنا بودي من صفحة 145 إلى صفحة 155، فقط أقول كلمة مختصرة جدا أعزائي عما قاله المفكر أو الكاتب المعروف طه حسين. طه حسين أعزائي في كتابه مجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسين، المجلد الرابع الخلفاء الراشدون، دار الكتاب اللبناني بيروت أعزائي، في صفحة 189 يقول: ورجل رابع كان يقيم بالمدينة ولكنه كان غريب الأطوار، عرف كيف يخدع كثيرا من المسلمين ومنهم عمر. هذا مو كلامي أعزائي، ترى مو كاتب شيعي، كاتب ماذا؟ مصري، وهو طه حسين ده يتكلم عن ماذا؟ ما كيف خدع كعب ماذا؟ الخليفة الثاني، وهو كعب الأحبار. وكان كعب يهوديا من أهل اليمن، زعم أنه سأل عليا رحمه الله عن النبي حين ذهب علي إلى اليمن مرسلا من رسول الله، فلما أنبأه علي بصفة النبي عرف هذه الصفة مما كان يجد بزعمه في التوراة، قال: هذا أجده في التوراة. ولم يأتي المدينة أيام النبي، وإنما أقام على يهوديته في اليمن، وزعم هو بعد ذلك للمسلمين أنه أسلم ودعا إلى الإسلام في اليمن، مولانا ما جاء إلى المدينة ليخاف من رسول الله. وقد أقبل إلى المدينة أيام عمر فأقام فيها مولى للعباس، وكان بارعا في الكذب على المسلمين، يزعم أنه يجد صفاتهم في التوراة، وربما زعم أن لهم أنه يجد صفاتهم في الكتب الإلهية. إذن أعزائي إن شاء الله تعالى بعد ذلك ستأتي الإسرائيليات أنه فلان كان كذا في التوراة، هذه كلها من دعوات ماذا؟ كعب الأحبار. من مدخولات ماذا؟ من مدخولات كعب الأحبار. لا تتصورون، ترى كان هم بتعبيرنا هم يخدع السنة، هم يخدع ماذا؟ هم روايات بهذا الطرف، هم روايات بذاك الطرف. وكان المسلمون يعجبون بذلك ويعجبون له، ولم يلبث أن كذب على عمر نفسه، ولهذا عمر صدقه أول، فزعم له أنه يجد صفته في التوراة. أستاذ مولانا حبر من أعلامهم. فعجب عمر وقال: تجد اسم عمر في التوراة؟ خشي أن يقول له: جيب الكتاب خلي أقرأ. قال: لا. قال كعب: لا أجد اسمك، وإنما لا أجد اسمك، وإنما أجد صفتك. صفتك بلي صفاته وين موجودة؟ والآن أنتم تعالوا إلى الفضائيات التي هي من أهل السنة يقرؤون ماذا؟ هذه الروايات التي وضع أسسها من؟ كعب الأحبار. يقول: ودخل عمر يوما على زوجه أم كلثوم بنت علي فوجدها تبكي، فلما سألها عن بكائها قالت: هذا اليهودي كعب الأحبار مؤسلم. إذن كانوا يعرفونه أن إسلامه ماذا؟ نفاقي. أحسنتم، التفتوا جيدا، يعني المسلمون كانوا يعرفون أن زوجة الخليفة تعرف أنه يهودي، هذا كذب أسلم، يعني يدعي الإسلام. فلما سألها عن بكائها قالت: هذا اليهودي كعب الأحبار يقول إنك في النار. فلما خرج عمر ورأى كعبا هم أن يسأله، التفت هو ذكي، عرف، فبشره كعب بالجنة. لا إله يعني هكذا الله. كان هذا الموروث الرواية عزيزي، هذا الموروث اللي بعد ذلك سنقرأه في البخاري ومسلم ومسند أحمد وبعد ذلك سيأتي أعزة، سيأتي. تقول سيدنا فقه الله اطمئنوا في الموروث الشيعي يم أكو من هذا القبيل، أنه كان هناك من القصاصين والغلاة والكذابين لتقوية باعتقادهم لتقوية عقيدة الشيعة، كانوا يكذبون على الأئمة وعلى رسول الله فيضعون أحاديث حتى يقووا عقيدة الشيعة، كما الآن نجد على بعض المنابر الشيعية أنهم واقعا تسألهم تقول له: من أين هذا؟ يقول: خذ جيد، هذا يقوي ماذا؟ يقوي عقيدة، كأنه الغاية تبرر ماذا؟ والله هاي الغارة تبرر الوسيلة. أو
أول من ابتدأها من؟ ها ابتدأت في هذا العصر، في عصر ما قبل التدوين. يقول فبشره كعب بالجنة، فقال عمر ما شاء الله، مرة في الجنة ومرة في النار. والله ما ندري، مرة تودينا في الجنة مرة تودينا في النار، ما هذا؟ شو يا أخي؟ قال كعب لا تعجل علي يا أمير المؤمنين، طيب ولا خل أبين لك، لا يوجد تناقض في كلامي، والله إني لأراك في التوراة أو قال في الكتب قائما على باب جهنم تمنع المسلمين أن يتهافتوا فيها. لا حول. فأنت ماذا؟ النار في الجنة. أحسنتم. فأنا قلت في النار، يعني أنت واقف على باب النار، وإلا أنت من زعماء أهل الجنة. هذه نموذج من أحاديث من؟ من أحاديث كعب الأحبار. حتى وصل كعب الأحبار أعزائي مقامه، خلوا ذهنكم يا، إلى 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 حال صارت له دكة معروفة في مسجد رسول الله، هو يحدث ولا يحق لأحد أن يحدث. أبو ذر وغير أبو ذر ينفون، ينفون ولا يسمع لهم بالتحديث أبدا، ولكن يسمح لمن؟ هسه ما هي الأيادي؟ لماذا الآن لست بصدد أنا أحلل هذه الفترة التاريخية؟ هذه أمامكم أعزائي الطبقات الكبرى لابن سعد أعزائي، الجزء السابع صفحة 110 أعزائي، صفحة 110. انظروا، رجل يقول فدخلت بعد ذلك المسجد، التفتوا ماذا دا يدرس الناس كعب الأحبار، التفتوا أعزائي، فدخلت بعد ذلك المسجد فإذا هو جالس إلى كعب. يقول رأيت الشخص الذي أريده جالس يتتلمذ عند من؟ يسمع الحديث ممن؟ إلى كعب. وبينهما سفر من أسفار التوراة وكعب يقرأ، مو القرآن، مو حديث رسول الله في مسجد رسول الله، مو القرآن يدرس، مو حديث رسول الله يدرس، وإنما يدرس ماذا؟ سفر من أسفار التوراة. سفر من أسفار التوراة. تقول سيدنا هسه هذا مثال، هذا استقراء، نقول لا عزيزي والله كل التاريخ مليء بهذا، ما اريد اطيل على الاعزاء. تقول لي سيدنا اضرب لنا فد مثال واحد، مثال تطبيقي، خلينا نعرف واقعا. اريد اقف عند نموذج تطبيقي من روايات ماذا؟ كعب. من روايات كعب الاحبار، وكيف تسلسلت واين انتهت هذه الروايه. طبعا الرواية أعزائي سوف أنقلها من المباحث التفسيرية، يعني من الروايات التي فسر بها القرآن الكريم. تعالوا معنا أعزائي إلى ضحى الإسلام، تأليف أحمد أمين. أستاذ علاء لا تقول لي الوقت انتهى، لابد أنتهي من البحث. ضحى الإسلام تأليف أحمد أمين، دار الكتاب العربي، الجزء الثاني، صفحة 139 و140. يقول وظل، وهكذا ظل التفسير يتضخم طبقة بعد طبقة، وتروي الطبقة التالية ما كان من الطبقات قبلها، وتزيد عليه ما عرض لها، وفي كل طبقة يتصل أفرادها، كل طبقة لاحقة كلما ازدادت الفتوحات يتصل أفرادها بكثير من مسلمة اليهود والنصارى وال مجوس، هؤلاء الذين دخلوا الإسلام بالفتوحات. فاتصل بعض الصحابة بوهب بن منبه وكعب الأحبار وعبد الله بن سلام، واتصل التابعون بابن جريح، وهؤلاء كانت لهم معلومات يروونها عن التوراة والإنجيل وشروحها وحواشيها، فلم ير المسلمون بأسا من أن يقصوها بجانب آيات القرآن، بجانب آيات القرآن، فكانت منبعا من منابع التضخم، كما أسلفنا الكلام عن ذلك في فجر الإسلام. فبدأت روايات التفسير ماذا؟ تتضخم، خطوة أولى وثانية وثالثة، إلى أن وصلنا إلى عصر التدوين. وكانت الخطوة الثالثة
انفصال التفسير من الحديث، يعني بدأوا نجد الرواية الكتب التفسيرية الأثرية، يعني تضع الآيات وتفسرها برواية، وعده علما قائما بنفسه، ووضع التفسير لكل آية من القرآن أو جزء من آية مرتبة حسب ترتيب المصحف، كما فعل ابن جرير الطبري في تفسيري. التفت الأستاذ علاء، هسه الآن ابن جرير الطبري من الواضح أنه لم يأخذ مباشرة ممن؟ من الصحابة، لأنه هو متأخر جدا. ابن جرير الطبري، طبري أعزائي 310 224 إلى 310، يعني هو في أواسط القرن الثالث إلى أوائل الرابع، إذا لا يمكن أن أخذ. إذا ممن أخذ؟ أخذ من المصنفات الحديثية التي صنفت أي ما بعد سنة 143، يعني من مسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وسنن الترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة، وأخذه من هنا أعزائي. ثم بدأت الروايات، تقول سيدنا إلى الآن ما فهمنا الارتباط، أنا أبينكم الارتباط بعد ذلك. سنبين أن من هذه 5000 رواية التي لا أقول كلها ولكن أكثرها، مصدرها من أين؟ كعب الأحبار والآخرين، جاءت إلى البخاري، إلى البخاري، إلى البخاري، ونقل البخاري لا أقل 446 رواية. ممن أعزائي؟ من أبي هريرة. أعزائي 446 رواية من أبي هريرة. بعد ذلك من نقل هذه الروايات، التفتوا لي أعزائي، هذه كلها دخلت أين؟ دخلت في تراثنا، في تراث ماذا؟ في تراث الإسلام، يعني الإسلام، إسلام أهل السنة. ودخلت آلاف الروايات في مسند أحمد. جيد، بيني وبين الله، عندما يأتي أبو جعفر الطبري يريد يفسر آية ويجد أن الآية مفسرة برواية من أبي هريرة صحابي رسول الله وموجودة في كتاب أصح كتاب بعد كتاب الله، ينقل أو لا ينقل؟ طبيعي جدا أعزائي، ينقل ويستند إليها في تفسير آيات. إذن الآن المعادلة اتضحت. إذن كثير من روايات التفسير في تفسير الطبري منشأها رسول الله، لو منشأها من؟ كعب الأحبار. هسه قد تقول سيدنا، هسه لماذا أنت تتهم الرجل؟ الجواب أعزائي، لأن هذا الرجل كلما كان يسمعه كان ينسبه إلى رسول الله كذبا. قال أبو هريرة، التفتوا أعزائي، والله الوقت يضايقني، يقول اتهام الصحابة لأبي هريرة أكذبه عمر وعثمان وعلي وعائشة وغيرهم، كلهم كانوا يقولون أنه ماذا؟ أنه كذاب. هذه أمامكم تأويل مختلف الحديث أعزائي، لابن أبي قتيبة صفحة 114 بشكل صريح يقول: وأما طعنه على أبي هريرة بتكذيب عمر وعثمان وعلي وعائشة له، فإن أبا هريرة صحب رسول الله نحو من 3 سنين وأكثر الرواية عنه، وعمر بعده نحو من 50 سنة، وكانت فلا ولم يصحب رسول الله إلا هذه المدة، فأكذبه ماذا؟ الصحابة. بل عائشة أكذبته بشدة، عائشة أكذبته بشدة، ولذا تجدون، نعم، ولذا تجدون أن الروايات التي أكذبه أبو بكر عمر عثمان علي وعائشة روايات بالبخاري ومسلم وكثير. تقول سيدنا إلى الآن فهمنا أن هذه الروايات الإسرائيلية أو روايات الآخر التي هي لتدمير الإسلام دخلت ماذا؟ التراث الإسلام الموروث السني. الجواب أعزائي، من هنا تبدأ الخطوة الثالثة والرابعة. تقول يعني شنو سيدنا؟ أقول أعزائي تعالوا معنا إلى التبيان. لمن؟ لشيخ الطائفة، شيخ الطوسي. التبيان في تفسير القرآن لمن؟
لشيخ الطائفة اللي وفاته 460 من الهجرة، يعني حدود 150 سنة بعد من؟ بعد الطبري. أعزائي، كثيرا من الآراء التي استند إليها في تفسير الآيات القرآنية استند إلى ما يقوله أبو جعفر الطبري. دائرة غريبة. التفتوا التفتوا. تقول سيدنا تمكن أن أقول نعم؟ بعد أن ينقل يقول: ذكر الواقدي وأبو جعفر أن سبب نزول الآية. أبو جعفر، عندما تراجع أبو جعفر من هو؟ يتضح المشاهد أعزائي طريقة أبو جعفر الطبري هذه، وهو عندما ينقل الروايات بعد ذلك ماذا يقول؟ قال أبو جعفر، قال أبو جعفر، يذكر رأيه. هنا الشيخ الطوسي ماذا دا يفعل؟ دا ينقل الرأي ممن؟ من أبي جعفر، أن سبب نزول هذه الآية ما قال أسامة بن زيد عن أبي كان تميم الداري وأخوه، وهي رواية من الإسرائيليات بالنص. ينقلها من؟ الشيخ الطوسي. التفت ذهنه، التفت ذهنه جيد جدا. إحنا الآن في القرن ماذا؟ ها؟ في القرن الخامس عند الشيخ الطوسي شيخ الطائفة. ثم ننتقل إلى أعزائي إلى من؟ إلى مجمع البيان في تفسير القرآن، تأليف أمين الإسلام الطبرسي أعزائي. بعد هذا في القرون المتأخرة، من بعد ماذا؟ من بعد من؟ من بعد ال... من بعد من؟ من بعد الطوسي. سؤال: جاء الطبرسي المفسر الشيعي المعروف وقرأ في تفسير التبيان للطوسي قال أبو جعفر، تصور أن المراد به أبو جعفر الباقر عليه السلام، فنقل الرواية عن من؟ عن الطبري. لا، عن الطبري وتصورها. لا، هي عن الطبري، ولكن هو تصورها عن، ولهذا مولانا نفس الرواية التي هناك يقول قال أبو جعفر، هنا صارت وهو من المروي عن أبي جعفر عليه السلام، اللي قال هناك أبو جعفر الطبري. هسه طبعا نفس الرواية، نفس الرواية بحدها دا ينقلها عن التبيان، دا ينقلها أعزائي عن التبيان، مو من عند الرواية. يقول قال شيخنا في فلان وينقلها، يقول وهو المروي عن من؟ ها؟ عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. هسه والله أنا لا أعلم أن هذه عليه السلام وضعها هو، يعني صاحب مجمع البيان لهؤلاء المحققين غير العلميين الذين حققوا هذه الكتب، لأن هؤلاء لا يراجعون أن هذه المقولة من أين، يعني عندما يقول عن الإمام الباقر أين موجودة عن الإمام الباقر، لا يراجعون. هو ده يقول وهو المروي عن أبي جعفر الباقر، هو مقال الإمام الباقر. واللطيف عندما طبع التبيان في تفسير القرآن أخيرا طبع، ذكر الواقدي وأبو جعفر جعلوا بجنبه عين عليه السلام، مع أن النسخ القديمة ما موجودة، الطوسي ما قايل عليه السلام، ولكن اللي طبع الكتاب تصور من هو. النتيجة ما هي أعزائي؟ النتيجة يصعد أهل المنبر عند الشيعة، والخطيب عند الشيعة، والمفسر عند الشيعة، والكاتب عند الشيعة، وال ويقول قال الإمام الباقر كما جاء في مجمع البيان، والناس يقولون بابا بعد هذا الطوسي والطبرسي قابل هذول ما يحققون، بس كمال حيدري يحقق. أعزائي وقد راجعت عشرات الموارد التي هي آراء أبي جعفر الطبري المأخوذة من روايات البخاري المنقولة عن أبي هريرة المنقولة عن كعب الأحبار، وإذا هي في ثقافة العقل الشيعي عن الإمام الباقر عليه السلام، لوجود كلمة اسمها أبو جعفر، أو لعدم التحقيق، أو لعدم المراجعة. عندي وقت لو انتهى وقتي دقيقتين سمعت الجواب. إذن ألخص حديثي أعزائي، طبعا الحديث لم ينتهي في أبي هريرة، إن شاء الله في الليلة القادمة أتمم لأقول لكم أنه أجيب شواهد، لأنه هناك أحاديث بالحرف يقول قال رسول الله، وهي نص الأحاديث التي نقلها من؟
كعب الأحبار، ولكن هو إذا كان يريد يقول قال كعب الأحبار يصدقه أحد أو لا يصدقه، فنسبها لمن؟ إلى رسول الله. إلى رسول الله. جزيتم خيرا سماحة السيد. أعزائي المشاهدين، لا أدري إذا كانت الاتصالات جاهزة، أعطوني اتصال. السيد خادم من باكستان، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا، ذكرتم في الحلقة السابقة بأن أول من تغير السنة كان معاوية، ولكن قد يوجد في الميراث الإسلامي في الكتب الأهل السنة والشيعة والنهج البلاغة بأن أول من تغير السنة كان أصحاب السلف. لطفاً يعني من أول من غير النظر أنتم؟ من أول من غير السنة؟ نعم، كما قالت عائشة في بعض الكتب موجود، ألا وقد تغيرت السنة بعد ضرب الحد على مثلا إلى منع الحد من أخي العثمان الوليد الذي جاء من كوفة. لا سمع، أفهمت عزيزي. يقول عزيزي، خلي أجاوب بسرعة لأنه أخشى معه. هو يقول بأنه لماذا قلت معاوية ولكنه عائشة قالت بأنه بعد عثمان، يعني من تصدى، قالت بأنه غير السنة رسول الله لم يبلغ وغيرته. شو عزيزي، أنا قلت بالأمس إذا أنت تدقق في كلامي، أنا ما نفيت أنه حصل هناك تحريف للسنة قبل ماذا؟ العهد الأموي. قلت أنه اتفاق العلماء المسلمين أن التحريف والوضع بشكل رسمي حدث ماذا؟ وبشكل ممنهج. ممنهج عزيزي، ما نفيت ما قبل ذلك. ما قبل ذلك نعم، لأنه أساسا عندنا روايات في نهج البلاغة تقول أن رسول الله صعد المنبر قال قد كثرت الكذابة علي. إذن في عهده. ولكن قد يقول الطرف الآخر سيدنا هذه رواية في نهج البلاغة، نحن ليست حجة علينا. أنا أحاول أن ماذا؟ ما هو المجمع عليه أضعه بأيديكم، وإلا إثبات شيء لا ينفي ما عداه. حسن من العراق، تفضل حسن. أخ حسن من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا طبعا تحية لك من الشعب العراقي بصورة عامة، وخصوصا من طلاب الحوزة العلمية في النجف الأشرف. الله يحفظك. الشكر كما قال السيد الشهيد محمد صادق الصدر، الشكر لك من الله سبحانه وتعالى وليس منا نحن العباد الخاطئون. سيدنا، هذا حقيقة الجهد اللي جاي تقوم به، يا حبذا انه كرسة في مجلد واسع وكبير وموسوعة ان صح التعبير، صحيح البخاري وصحيح مسلم، تسمى تصحيح الأحاديث كصحيح السيد الحيدري، أو أنت تضع هذه التسمية حقيقة. لأنه سيدنا الآن اختطت علينا الأحاديث حقيقة، لأنه أنت جاي الجهد اللي جاي تقوم به يعني جهد في الدفاع عن الإسلام وبيضة الإسلام بصورة عامة، وليست المذهب الجعفري أو المذهب الشيعي أو المذهب السني إن صح التعبير، وإنما بيضة الإسلام بصورة عامة. هذا واحد. سيدنا قبل عدة أيام حقيقة قالت أنه اتصل بجنابك الكريم ويتكلم بكوني أحد طلبة الحوزة العلمية في النجف الأشهر. هناك بعض المراجع الدين الموجودين الآن، وأنت حقيقة تميل إلى المدرسة الصدرية عن صح التعبير، هناك أحد مراجع الدين ألا وهو السماحة الشيخ محمد صادق الصدر كذب حقيقة في كتاب منة المنان في الدفاع عن القرآن. وحقيقة في هذا الكتاب هناك كانت ميزة سيدنا الجليل، وهي نعم، أنه السيد الشيخ عندما بدأ بتفسير القرآن بدأ من آخر آية من القرآن. يعني حسن هذا الكلام خارج البحث الآن. شكرا لك على الاتصال. أحمد من إيران، أبو أحمد من إيران، تفضل. ألو. تفضل أخي أبو أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أحب أشكر السيد جزيل الشكر على حسن انتخابه لهذا الموضوع العظيم المهم جدا. طيب، والسؤال هو سيدنا تفضلت أنه الحديث إذا كان يخالف القرآن حتى لو كان سنده صحيح نظر بعرض الحائط، لكن السؤال هو إذا كان الحديث يوافق القرآن وسنده ضعيف كيف نتعامل مع هذا الحديث؟ مع الشكر الجزيل. شكرا لك أبو أحمد. نبيل من العراق، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عفوا سيدنا، هناك طلب وسؤال، أبدي بالطلب إن شاء الله. نعم سيدنا، سوف تقوم عليك حرب شعراء من إخوانك قبل أعدائك حول هذه البحوث، ونريد سيدنا أن تصمد وتصبر كما صبر الناطقون قبلك
واستشهدوا لأنهم أرادوا أن يغيروا الواقع الشيعي. السؤال نبيل، ولا يريدك تصبر وريدك تفوض نبيل السؤال الحرب من أخوانك أو قبل أعدائك. نبيل السؤال، مولاي ما عندك تصبر. السؤال مولاي، ذكرتم كتاب طه حسين زواج أم كلثوم بنت علي من عمر، هل هناك صحة لهذا الحديث؟ وهل هناك بنت للإمام علي اسمها أم كلثوم، أم هو لقب للعقيلة زينب عليه السلام؟ وشكرا مولاي. شكرا لك أخ نبيل. لا أدري، اتصال آخر. محمد من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ. مساكم الله خير ومساء الخير يا شيخ، سلام عليكم. مرحبا بكم شيخ. أنا سني وعايش منطقة شيعية زين في الحساء. أهلا وسهلا أخ. معاي شيخ؟ نعم أسمعك عزيزي، أسمعك، تفضل. أنا بسألك يا شيخ عن ثلاث أشياء. تفضل. أول شيء طال عمرك، حنا تسمونا إيش الوهابية، هذا اسم من أسماء الله، ما رأيك فيها يا شيخ؟ طيب. الشيء الثاني طال عمرك، ما رأيك يعني في يعني من إخوان الشيعة، ما أتكلم عنهم على عموم الشيعة، معليش لا حياة في الدين طال عمرك، أتكلم يعني بصورة، وأنا عايش موقع يعني جيراني كلهم شيعة زين، وأنا أحب يعني أتطرق يعني السب الشتم هذا ما يصلح سواء في الدين الإسلامي، صح ولا لا يا شيخ؟ طيب. ما إذن قضية الشيخ يعني طيب. الصحابة والثالث 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 عزيزي والثالث. واضح السؤال، واضح أخ محمد، تفضل ثالثا. السؤال الثالث يا طويل العمر، احنا كلنا مسلمين إن شاء الله، فنبي إن شاء الله نصلح منكم بين السنة والشيعة طال عمركم مشايخ. شكرا لك محمد على. أعطوني مجال حتى أجيب يعني، لو أنه إذا ماك وقت أنا أتصور الآن لا نأخذ اتصال. جيد، خلي أجيب على الأسئلة، نجيب على هذه الأسئلة إذا كانت وقت أحسن. نعم. خلي أجيب هذه الأسئلة مال هذا اليوم، وبعد ذلك نرجع على أسئلة الأمس. أسئلة الأمس أيضا لدينا. أخ العزيز حسن من العراق، اقتراح كتابة كتاب عن الروايات الصحيحة. أرجو الله واقعا أن أوفق مع مشاغلي الكثيرة والمشاريع التي في عهدتي وعاتقي، لأنكم تعلمون أن الحركة التصحيحية وقراءة المذهب بقراءة أخرى غير القراءة الموجودة منذ 1000 عام ليس عملا سهلا أعزائي، وأنتم تعرفون بأنه كما قال بعض الأعزاء المتداخلين أنه ستبدأ الحرب وستبدأ وسيبدأ الكلام، وبدأ مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد بدأ بعض أهل المنبر وبعض الخطباء وبعض الجهلة وبعض العوام وبعض المتلبسين بالعمام البيضاء وسوداء، ويا ليت أنهم كانوا يتعلموا مني المنهج العلمي، يقولون هذا الذي يقوله يرد عليه. أما لغة الإقصاء وإضلال وتضليل وتكفير وخروج عن المذهب وعزائي، هذه لغة العاجزين، لغة الجاهلين، لغة المغرضين، لغة المرضى واقعا. وإلا بإمكانكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. افترضوا أن شخص الآن من خارج مدرسة أهل البيت عند هذه التساؤلات لكم، يا علماء الشيعة، يا خطباء الشيعة، يا منبري الشيعة، يا مراجع النجف، عنده هذه الأسئلة لكم. أنتم الآن تسمون أنفسكم من مراجع الدين، بينكم وبين الله أنا عندي تساؤلات، أجيبوني عن ماذا؟ عن تساؤلاتي. إن لم تستطيعوا أن تخرجوا وتتكلموا لأي سبب كان، ابعثوا بتلامذتكم الذين ربيتموهم لمدة 70 و40 و70 و90 سنة في الحوزات العلمية والفضائيات الشيعية موجودة، بإمكانكم أن يجيبوا على تساؤلاتي. أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي، الموروث الروائي الشيعي هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية، حتى تفسير القمي. تقول سيدنا حتى تفسير القمي الذي هو من أصح الكتب التفسيرية، سأثبت لكم عدد الروايات التي نقلت من الطرف الآخر بعنوان أنها تفسير الشيعة. طبعا يكون في علمكم هذا تفسير القمي، وما أدراك ما تفسير القمي، هذا الكتاب الوحيد الذي صحح كل رواياته سيدنا الأستاذ السيد الخوئي، ولكن مع ذلك هذا الكتاب فيه من الدس والزور والغلو والكذب والاختلاق ما شاء الله. تقول سيدنا يعني ما التفت السيد الخوئي؟ أقول عزيزي هذا بحث علمي، البحث العلمي شيء، ولا
أحمد سؤال يقول إذا كان الجواب ضعيفة. الجواب عزيزي كل رواية ثبت أنها موافقة للقرآن نقول مضمونها صحيح. نعم لو سألنا سائل هذه الرواية صدرت من الإمام أو لا نقول لعلها صادرة ولعلها ليست صادرة لأن الرواية ما هي ضعيفة السند، لعله هذا الوضع وضعها وكانت منسجمة مع القرآن ولعله لا سمعها ولكن الراوي كان ماذا غير موثق. إذن لا ندعي الصدور من المعصوم أو النبي وإنما نقول أن الرواية مضمونها ماذا صحيح وصحة المضمون شيء وصحة الصدور ماذا شيء آخر. أما الأخ عزيز نبيل من العراق خذ سؤال خذ سؤال هل هناك أم كلثوم وهل هناك زواج؟ أعزائي بيني وبين الله أنا من أولئك الذين ما أريد أدخل في هذا البحث أعتبر هذه من رواياتي المخترق الروايات التي اخترق بها الموروث الشيعي. تقول سيدنا موجودة في البحار موجودة عند المفيد موجودة عند فلان وفلان أقول ثم ماذا؟ الآن ثبتت لكم بأنها روايات موجودة عند كعب الأعبار وإجتنا من وضعها؟ أنا أقول لك أولئك الذين كانوا يريدوا يعطونا ماذا؟ شرعية شرعية لمن؟ للصحابة كانوا يريدون يقولون ماكو خلاف بينهما. إذن بين انظروا زوج بنته 15 سنة ما أدري صغيرة كبيرة زوجها لمن؟ ها زوجها للخليفة. إذا أكو مشكلة أو ماكو مشكلة وهذا رد على المتطرفين في الرواية. أحسنتم جزاك الله خيرا. هؤلاء الذين يقولون الرواية فليقبلوا بها أحسنتم إذا وردت في الكتب المعتبرة وإلا الذي يقول تصحيح يريد أن يصحح مثل هذه الرواية. أحسنتم عزيزي. إذن أنا أعتقد أن هذه من الروايات التي اندست في تراثنا الشيعي. محمد من السعودية ولو بسرعة لأنه دقيقة واحدة يقول أن الوهابية منسوبة إلى الوهاب الله الجواب لا عزيزي لا هذا اشتباه وهذا يخدعونكم عزيزي. لا الوهابية منسوبة بشكل رسمي وتريد المصادر إن شاء الله لعل أتوفق أجيبه في الليالي القادمة منسوبين إلى محمد عبد الوهاب وليسوا منسوبين إلى اسم الوهاب الذي هو من أسماء الله. شتم الصحابة أما شتم الصحابة فقلنا مرارا وتكرارا نحن لا نجوز ولا نقبل بل نفتي بحرمة الشتم واللعن والتسقيط وكل من يقول ذلك فهو عاجز لأن منطقنا منطق العلم لأن منطقنا منطق القرآن والبرهان والمنطق القرآن والقرآن يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شكرا لسماحة آتي الله سيد كمال حيدري. طبعا هناك أسئلة من الحلقة السابقة نرجو أن نوفق إليها في الحلقة القادمة. شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا حتى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.